السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في منصة نتعلم. معكم مستر أحمد صبحي. النهاردة هنستكمل درسين السادس، وهناخد درسين السادس والسابع في الوحدة الأولى الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هناخد الدرس السادس والسابع الاتنين مع بعض. الاتنين عبارة عن فكرة بسيطة، هما الدرسين زي ما اخدنا الحصه اللي فاتت الجمع، ازاي بجمع عدد صحيح مع كسر، او عدد صحيح او كسر مع كسر. النهارده بقى هناخده ازاي اجمع عدد كسري مع عدد كسري، هي نفس الافكار. تمام، تعال بقى نشوف الفكرتين دولت ونحل عليهم مسائل كتير عشان نعرف ونتدرب عليها عشان نعرف نحل في البيت مع نفسنا، ويجي الامتحان نقفله ونحله ونحل ايه، وتبقى المسائل معانا سهلة وجميلة وبسيطة. تعالى نشوف الدرس السادس والسابع بيتكلم عن ايه. اولا هو الدرس السادس بيتكلم عن ايه، اللي انا ازاي اجمع عدد كسري مع عدد كسري. طب الدرس السابع ازاي اطرح عدد كسري من عدد كسري، عشان كده جمعنا الدرسين مع بعض. يبقى ازاي احنا هنعرف نجمع العدد الكسري مع العدد الكسري، ونطرح العدد الكسري من العدد الكسري. يلا ان جمع الاعداد الكسريه متحده المقام. يبقى انا عندي طريقتين، يبقى انا ممكن استخدم طريقه النماذج في حل المعادله او الارقام اللي عندي، او ازاي اجمع عدد كسري مع عدد كسري. في طريقتين، يبقى استخدم طريقه النماذج او الطريقه الثانيه اللي اسمها الطريقه الجبريه او الطريقه الخوارزميه. احنا هناخد الطريقتين ونشوف اني الاسهل ونحله بيها. اولا هناخد جمع الاعداد الكسريه باستخدام النماذج. باستخدام النماذج، طب دي هحلها ازاي باستخدام النماذج؟ عندي مثلا خليك 2، يبقى انا عندي 2 و1 على 3، اعملها ازاي؟ 2 يعني ارسم ايه؟ ارسم جزء او مستطيل واقسمه ايه؟ لثلاث اجزاء، وارسم ده كده خدنا واحد من الاثنين، وكمان واحد مش هو طالب 2، يبقى انا ارسم جزئين. بس الاجزاء دي متقسمه لكام؟ متقسمه لثلاث اجزاء عشان هو كاتب لك ايه؟ 1 على 3. وارسم الجزء الثالث، بس الجزء الثالث عباره عن ايه؟ هو اخد واحد بس من ثلاث اجزاء اللي هو ده. طب واحد على 3 تيجي بقى نقسمها لنماذج عشان نعرف نشتغل بالنماذج والطريقه دي. الواحد يبقى انا برسم ايه؟ برسم مستطيل واقسمه لايه؟ لتلات اجزاء، بشوف المقام عندي قد ايه عشان ايه؟ اعرف اقسم المستطيل اللي عندي ده كام جزء. وقال لي 1 على 3، يبقى هو ارسم كمان مستطيل واقسمه على 3، بس هو اخد كام؟ اخد واحد بس من تلات اجزاء. يبقى انا اول ما اشوف المعادله دي او الارقام دي اكون راسمها لاجزاء. طب هجمع ازاي بقى الاجزاء؟ هشوف الاجزاء الملونه كلها، يبقى كام جزء ملون؟ 1 2، لا الاجزاء الملونه الكامله 1 2 3، ثلاث اجزاء اكون منزل الثلاثه عندي، واشوف اللي فيها الفاضي او فيها اللي فيها ايه، مربع واحد بس ملون اللي هو ايه؟ الواحد واحد وواحد، يبقى كام؟ 2، وهم كام؟ 3، يبقى اكون جامعهم كده. يبقى انا كتبت ايه؟ الثلاث اجزاء كلها الملونه عندي، واخدت الجزئين عندي مش 1 و1، يبقى عندي جزئين. فضل لي كام هنا؟ 1 ايه ما خدتهوش، يبقى طلع عندي 3 و2 على 3. دلوقتي هناخد الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ الطريقه الخوارزميه او الطريقه التقليديه. اللي انا بعمل ايه؟ اللي احنا كنا بنحل بيها الحصه اللي فاتت دي اسهل من طريقه النماذج. ليه؟ الطريقه دي عباره عن ايه؟ يبقى اشوف ايه زي ما اتفقنا الحصه اللي فاتت، اللي انا بجمع بشوف الاعداد العدد الصحيح اللي عندي. طب انا عندي كام؟ 2، هو ده عدد صحيح. بشوف الاعداد، بجمع الاعداد الصحيحه الاول وبعدين بجمع الكسور، يبقى عندي 2، وهنا كام؟ هنا 1. طب 1 و2 كام؟ 3، يبقى نزلت الثلاثه. واشوف الكسور اللي عندي، الكسور الثانيه اتفقنا ايه؟ مش ده بسط، يبقى المقام، يبقى المقام اهو زي ما هو وثابت، يبقى المقام هنا وهنا، يبقى ينزل المقام مش هغيره، واجمع البسط مع بعض، يبقى 1 و1 كام؟ 2. يبقى انهي الاسهل؟ طريقه النماذج ولا الطريقه التقليديه؟ الطريقه التقليديه طريقه جميله قوي وبتحل، انما طريقه النماذج هتحتاج ترسم وتلون او ترسم وتظلل وتشوف ايه اللي ناقص وايه اللي ايه مش ناقص. يعني مثلا عندي النماذج دي، شوف بقى انا اخدت ايه؟
اخدت الاتنين بشوف الجزء اللي عندي في المقام مش الجزء ده ثلاثة، يبقى انا ارسم مستطيلات على حسب ده واقسمه الى ثلاث اجزاء والونه. هو قال لي واحد متلون واثنين متلون، وقال لي اخد واحد بس من ثلاث اجزاء، اللي هو ايه؟ اللي هو اخد واحد هنا من ثلاث اجزاء، واحد على واحد على الثلاثة، يبقى انا عندي ايه؟ واحد ثلاث اجزاء كلها متلون. ما هو الواحد بقى عباره عن عندي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث اجزاء، يعني ثلاثة على الثلاثة فيها الواحد، واخد واحد من الثلاث اجزاء التانيين. طب جمعناها ازاي؟ شفنا ان اخدنا كل المربعات المتلونه كلها اللي هي ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، يبقى انا حطيت الثلاثة، واشوف الاجزاء الصغيره اللي انا اخدتها اللي هي تبقى على ايه؟ على الكسر، يبقى واحد واثنين، وهم كام جزء هنا؟ واحد اثنين ثلاثة، يبقى طلعت عندي كام؟ اثنين على الثلاثة. طب تيجي نجمعها من غير بقى ايه؟ من غير النماذج دي. اتنين، يبقى لو اشوف العدد صح عندي كام؟ اتنين، وهنا عدد صح كام؟ واحد. طب اتنين واحد كام؟ تلاتة، يبقى تلاتة نزل عندي. والمقام زي ما اتفقنا المقام ثابت بينزل زي ما هو ما جيش يمه. طب والبسط؟ واحد هنا واحد وهنا واحد. بسط كام؟ اتنين. يبقى عندي الطريقة الأسهل، الطريقة التقليدية طبعا. نفس فكرة الجمع، هناخده فكرة ايه؟ الطرح. يعني احنا كنا بنطرح ايه فوق في الطريق في الطريقة التقليدية والنماذج. الطريقة التقليدية اتفقنا هنطرح ايه؟ هنطرح العدد الصحيح او العدد الكسر اللي جنب الكسر من العدد التاني اللي جنب الكسر اللي هو العدد الصحيح. بس العدد الصحيح بيبقى جنب الكسر، مش زي الحصة اللي فاتت بيبقى العدد الصحيح لوحده. تمام؟ وبنعمل ايه؟ المقام ثابت، المقام لو متوحد هو بينزل ما بغيرش فيه، وبجمع فوق او اطرح البسط اللي عندي. طب هنستخدم الطريقه الكسريه متحده المقام. متحده المقام يعني ايه؟ يعني عندي ان المقام تحت هو الثاني. طب ده نفس اللي احنا ده نفس اللي فوق. ده اتنين، هو الاتنين عندي اهو متلونين، بس هنا الفرق ايه؟ الفرق اللي انا مش هرسم ده وهرسم ده، لا انا هرسم الكبير بس. شوف الكبير عندي كام؟ الكبير عندي اتنين واحد على التلاتة، اكون مرسمهم. يبقى عامل ايه؟ عامل مستطيل عندي واشوف المقام عندي كام؟ تلاتة. يعني هو متقسم كام؟ متقسم تلات اجزاء، واقسمهم تلات اجزاء واخد كمان واحد، ما هو الاتنين ده عبارة عن واحد وواحد، وارسم واحد على التلاتة. واحد على التلاتة هو واحد، دي مش متلون، ده هنقص منها كام بقى؟ هنقص منهم العدد التاني اللي عطهولي. يبقى انا نقصت كام؟ نقصت منه واحد، يعني ده هيتشال كله ماليش دعوه بيه. تمام؟ يتفضل لي كام بقى؟ يتفضل لي واحد اهو، يبقى الواحد نزل. اخدت من هنا كام؟ اخدت من هنا واحد، اخدت ده مثلا هو متشخبط عليه، يبقى اتفضل لي عندي كام؟ واحد اتنين كام؟ يبقى اخدت منهم واحد، يبقى عد بقى عندي كام واحد؟ اهو واحد اتنين واحد اللي هو ده، وتفضل لي عندي كام واحد؟ يبقى واحد على التلاتة. طب لو جينا طرحناهم، لو جينا طرحناهم بالطريقة التقليدية، اتنين ناقص واحد كام؟ واحد. هو طريقة النماذج نماذج في الترم ده كده كده ملغية مش عليكم، فأنا ما بشرحهاش، ما برسملكش وما بديككش عليها حاجات كتيره. فانا ايه بشرح لك بشرحها لك بس بعرفها لك النماذج ازاي احلها، بس هو في الترم ده عليك ملغي. يبقى 2 ناقص 1 كام؟ 1. واشوف المقام عندي كام؟ 3. يبقى المقام ينزل زي ما هو، واكون مطارح البسط من بعضه. المفروض هنا 2، واكون طارح البسط من بعضه. 2 ناقص 1 كام؟ 1. هنا 2 مش 1، ان مكتوب اعطيك ايه؟ اوجد ناتج المثال كله كام؟ 2 و2 على 3 ناقص 1 على 1 على 3، عشان كده ايه؟ قعدنا نتلخبطوا في طريقه ايه؟ النماذج. الطريقه التقليديه بقى، طب دي الطريقه الغروزميه او التقليديه دي ايه؟ في الجمع. هو هنا استخدمها في الجمع، طب نيجي نستخدمها هنا ايه؟ في الطرح. طب لما نيجي نطرح هنا دي ناقص، غلطان معايا، 2 ناقص 1 بكام؟ يبقى ال 2 ناقص 1 طلعت عندي 1، واتفقنا ان المقام بينزل ما بغيرش فيه حاجه اللي هو كام؟ ال 3، ونقص البسط من بعضه، 2 ناقص 1 كام؟ 1.
دوبا دي ايه؟ دي طريقة اللي انا بطرح الاعداد الكسرية من اعداد الكسر مع عدد كسري، او اجمع عدد كسري مع عدد كسري. يبقى انا بجمع العدد اللي جنب الكسر مع العدد اللي جنب الكسر، والمقام ثابت ما بتغيرش، كده كده ما بجيش يمه، بينزل زي ما هو. وبطرح البسط من البسط او اجمع البسط من البسط على حسب ما هو عطيني ايه، عاوزه ايه في السؤال اللي عندي. نيجي بقى ناخده شوية امثلة عشان نعرف ايه، نعرف نحلها لوحدنا في البيت. هناخده بقى شوية امثلة ونقيس فهمنا. رقم الف، يبقى احنا اتفقنا ايه؟ لما نيجي نجمع عدد كسر مع عدد كسري، بجمع العدد اللي جنب الكسر مع العدد اللي جنب الكسر، والمقام ثابت ما بجيش يم، وبجمع البسط اللي فوق. يبقى 4 و 3 كام؟ 7، والمقام بينزل ما بيتغيرش. طب 5 و 4 كام؟ 9. تبقى ناتج عندي كام؟ 9 على ال 11. تعال نحل رقم ب، ده جامع برضو. يبقى احنا اتفقنا بناخده ايه؟ بناخده العدد اللي جنب الكسر، والمقام ثابت اهو، المقام متوحد ما جيش يم، وبجمع البسط. طب 5 و4 كام؟ 9، نزلت ال 9، والمقام ما بجيش يم 12. طب 2 و4 كام؟ 2 و4 6. طب ينفع دي، ينفع اختصارها لابسط صوره؟ اه، ده الكسر عندي فوق عدد زوجي وتحت عدد زوجي. تبقى التسعة تنزل، وده اتدربنا عليه الحصة اللي فاتت. تبقى 6 على 2 فيها الكام؟ فيها التلاتة. و12 على 2 فيها الكام؟ فيها الستة. طب هي مش التلاتة نص الستة؟ يعني ينفع اكتبها 9 ونص؟ اه ينفع. تبقى دي صح ودي صح. رقم جيم، رقم جيم بقى استخدم عملية الطرح. يبقى عملية الطرح هي عملية الجمع، بس انا هنا فوق بجمع وتحت بطرح. يبقى انا اشوف العدد اللي جنب الكسر كام؟ 4، واطرحه من بعض. 4 ناقص 1 كام؟ 3. ايه؟ 3 تنزل، والمقام ثابت ما بيتغيرش 6، واقوم عامل ايه؟ طارح البسط من بعض. 5، 5 ناقص 2 كام؟ 3. مش ده فوق العدد عدد 3 نص ال 6؟ اه، يعني ممكن اكتبها 3 ونص. ايوه يا مستر. طب رقم ده، يبقى انا بعمل ايه؟ بشوف العدد اللي جنب الكسر واطرحه من بعضه. 7 ناقص 2 كام؟ 5. واشوف المقام، المقام عندي كام؟ 2 9. يبقى 9 تنزل زي ما هي. طب 4 ناقص 1 كام؟ 3. تعالى بقى ناخد شويه تدريبات على ايه؟ الجمع وطرح الكسور الاعتيادي او الكسور العددي. اول مثال بيقول لك اوجد ناتج ما يلي. يبقى احنا دلوقتي هنحل اول اربع اسئله اللي هو ايه؟ ازاي اجمع. تعالى حل معايا يلا. يبقى انا بشوف ايه؟ العدد اللي جنب الكسر كام؟ 3 و2 كام؟ 5. واتفقنا ان المقام بينزل ثابت ما بيتغيرش. طب 4 و1 كام؟ 5. يبقى ايه؟ مسائل سهله اهي، ما فيهاش اي حاجه. طب تعالى نحل رقم 2 يلا حل معايا. يبقى انا بعمل ايه؟ باخد الرقم اللي جنب الكسر. ف4 و2 كام؟ 6. يبقى 6 تنزل، والمقام ما بيتغيرش ما بيجيش يمه، لان المقام هي هو هنا هو هو هنا. طب 1 و5 كام؟ 6. طب رقم 3 يلا باخد ايه؟ اتفقنا بعمل ايه؟ باخد العدد اللي جنب الكسر بجمعه مع بعض. طب 4، 4 و7 كام؟ 4 و7 11. بعمل علامة شرطة الكسر بتاعتي، واتفقنا ان ايه؟ ان المقام ما بيتغيرش 7. طب 5 و3 كام؟ 8. تعالى نحل رقم 4 يلا حله معايا يلا. بعمل ايه الاول؟ اه باخد ايه؟ العدد اللي جنب الكسر. 6 و4 كام؟ 10. واتفقنا بعمل ايه في المقام؟ اه المقام ثابت ما بيتغيرش اللي هو عندي اهو 6. وبشوف البسط اللي عندي، البسط اللي عندي كام؟ 5 زائد 1 كام؟ 6. في اول فكره في الدرس اللي فات لما قلت العدد لما مقسوم على نفسه بيديني 1، يعني 6 على 6 فيها الواحد، يعني الناتج عندي كام؟ 11.
تعالى بقى ناخده الطرح ازاي نطرح ما نطرح العدد الكسري من العدد الكسري. رقم 5 زي الطريقه دي، بس هنا بجمع، لما هنا ايه اطرح بشوف العدد اللي جنب الكسر، عندي كام؟ 8 و2 8 8 ناقص 2 كام؟ 6. هنزل ال 6 واعمل شرطه الكسر واكتب المقام على طول زي ما اتفقنا ان المقام ثابت ما بيتغيرش، واطرح البسط من بعضه، واطرح البسط من بعضه. 7 ناقص 3 كام؟ 4. تعال نحل السؤال السادس مع بعض. ايوه انا بعمل ايه؟ باخد العدد اللي جنب الكسر 13. 13 و6 كام؟ 13 و6 19. وبعمل ايه؟ بحط الكسر المقام زي ما هو. واعمل ايه بقى تاني؟ اطرح ايه؟ البسط من بعضه، 1 ناقص 5 4 روف. ناخد السؤال السادس، يلا بعمل ايه؟ بجمع باخد شوف العدد اللي جنب الكسر والعدد اللي جنب الكسر واجمعه. يلا حل معايا واشوف المقام وانزل بيه واطرح ده من ده. يلا حل استنيك. يبقى 7 و6 كام؟ 7 و6 13. يلا وجبت كام؟ يبقى المقام ايه؟ ثابت ما بيتغيرش اللي هو ال 10. طب 3 و9 12. طب يلا حل السؤال الثالث معايا، يلا بينا. بعمل ايه؟ باخد العدد اللي جنب الكسر، العدد اللي جنب الكسر كام؟ 4. والعدد الكسر الثاني 4. يبقى انا بقى 3، يبقى انا بنقص كام؟ 4 من ال 3. يلا نقص. يلا 1. بعمل شرطة كسر. بنزل المقام، هو المقام متوحد، بنزل المقام زي ما هو. واطرح البسط من بعضه. 7 ناقص 2 كام؟ 5. يبقى احنا كده حلينا تدريبات على الدرس السادس والسابع، وازاي عرفنا نطرح ونجمع العدد الكسري من العدد الكسري. يبقى انا كنت بجمع او اطرح العدد الكسري من ايه؟ بشوف العدد اللي جنب الكسر في الرقمين اللي عطوهم لي، واقوم ايه طارحهم او جامعهم من بعض، والمقام عندي بيبقى ثابت ما بيتغيرش، واقوم طارح البسط من بعضه. وفي كده يبقى احنا كده ايه خلصنا الدرس السادس والسابع اللي هو طرح وجمع الاعداد الكسريه، وحلينا عليه تمارين. كده احنا ايه خلصنا الدرس السادس والسابع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.